موجودة في كل أرجاء مصر، وهي العمال اللي موجودين قدامنا النهاردة اللي يستحقوا مننا كل الاحترام والتقدير على هذه القلاع. مهما قلنا في حق العمال مش عمرنا ما هنقدر نوفيهم حقهم. انا واحد كان في يوم من الايام كنت واقف مكانكم كده، واحد العمال اللي في مكان عملي، وكنت بحاول بقدر الامكان ان دايما اادي عملي باخلاص. متهيألي اخلاص عمال مصر النهاردة هو اللي هيبقى السبيل والسفينة اللي هتؤدي الى الارتقاء بالدولة المصرية ووجودها في افضل المراتب اللي احنا دايما بندور لمصر عليها. مساعد وزير الداخلية ومدير امن اسوان وجميع القيادات والاجهزة الامنية بالمحافظة لقيامهم ببث الامل الامن والامان، وبعمال شركة اوراسكوم على وجه الخصوص، وتسليم شهادات امام للعاملين بمقرها. بدنا ويشرفنا اليوم ان نرحب بزيارتكم الكريمة بموقع عمل شركة اوراسكوم للانشاءات العامل محمود صابر محمد سيد، محمود عبد الحميد آدم محمد، شاذلي محمد جد الرب حسن، عبد الكريم صبور حامد حسن، شعيب صلاح خليل فاضل، طه كامل أيوب جادي الكريم.